السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وصحة جيدة في هذا النهار يا ربي. اليوم تشهيت طويجين ديال اللحم، وانا نقول انا نبغى نتسنى في جاكومو. هو تتي لما كان شوية ياكل اللحم، انا يا مالي، انا غنوض اختي وندير واحد الطويجين ديالي كيف ما تشوفوا معايا. هكا جبت على الكوتليت، بغيتو فتي يكون بالكوتليت زوين، وغسلتو مزيان درتو في هاد الطويجين، وغادي ندير ليه شوية ديال سكينجبير وشوية ديال الخرقوم كيف ما تشوفوا معايا. هكا شويه ديال القرفه، كاع العطريه كلها غادي نديرها، البزار ما غاديش ندير، غنقزو غندير شويه مليحه. نتوما اللي تتاكل البزار ممكن ديرو. صافي غنخلط هادشي كلشي هنايا، غنشعل عليه البوطه. هنا وجدت واحد البصيله وشويه ديال الثوم، الثوم ما غنديرهاش كلها، غندير الجاكمو منها غداه حتى هو، وغنطحن هذيك البصيله هنايا، وغنحط هذا فوق النار ونقلبو مزيان، وغنخليه شويه حتى يتشحر ليا. ما نديرش الزيت دابا حتى من بعد، الطريقه ديال امي، امي اللي تدير، كنا كنت كنقلي بالزيت، هي ما كتقليش بالزيت. وهنا وجدت غير شي برقيقات، ها هما درتهم هنا، وغادي ندير عليهم شويه ديال الماء هكا، وغنشعل عليهم ونخليهم تما يتسلقوا. هنا باش غادي نحرك هاد العطريه، ندير معها واحد المقيطه ديال الماء غير شويه هكا، وغادي نحرك مزيان هاد العطريه كلها هنايا. دابا غنقلبها في هاد الحيمات، وغنشعلت عليها وغنخليها هنايا على نار متوسطه حتى تبدا تقلى ليا، بينما انا وجدت هذيك البصيله. هنا غنطحن هاد البصله وهاد الثومه تاع هي معاها هكا. صافي بعد ما طحنتها غنجيب الطويجين، ها هو، وغنديروا ليه هاد البصيله هادي هنايا هكا، وغندير ليه شويه ديال زيت الزيتون. صافي غادي نحاول نحركو شويه هنايا، نقلبهم مزيان. صافي تنسد على الطويجين هكا، وغنقيس عليه النار مزيان، ما ندير ليه دابا لا ما حتى شي حاجه. وغنجي هنايا لواحد القريعه هكا، وغادي نقيها، غنخلي هادي من بعد، غادي نحيد ليها كاع هاد القشره ديالها بهذا الشكل هذا. نوريكم الطريقه باش غادي نحضر بها الطويجين. ودرت الجاكومو هنايا واحد سميتو الطبق ديالو بالباستا باللوبيا، وهنا عجنت واحد باستا بالفاصوليا، وهنا عجنت شي خبيزات بالنخاله والشعير وداك الطحين الكامل والنخاله. هنايا خليتهم حتى هما تيخمارو باش ندوز الطويجين، وغادي نقي هاد القريعه وغادي نتلاقى معكم. صافي هنا بعد ما نقيت هاد القريعه كامله، وغادي نحاول دابا نديرها ترونشات، غنديرها هكا على شكل دوائر هنا. صافي من بعد ما كملت هاد القريعه، وغادي نستفها كلها هنا في هاد الطاوه، في هاد اللاطه اللي بغيتو في شي حاجه تكون كبيره، غنستفها هنا في هاد المقله هادي هكا، هادي صغيره، وغندير عليها واحد شويه ديال الماء. غنشعل عليها ونخليها هنا تطيب، وندير معاها واحد شويه ديال مليحه وشويه هكا، وواحد شويه ديال القرفه. القرفه راكم عارفين تتمشي مع سميتها مع القرعه، ونغطي عليها دابا وغنخليها هنايا تطيب. هنا عريت على القريعه برقوق، تبان لي راه هو تنفاخ، ها شرب كاع ديك الميه، شفتو؟ غنشد دابا القريعات وغادي نحاول نقلبهم من الجهة الأخرى ديالهم. غندير ليهم كاع بهذا الشكل هذا، تنقلبهم كاملين، وغنشوف دابا الطويجين لأن طابت من هذيك الجهة، بانت ليا غير من هذه الجهة الأخرى باقا ما طابتش. غنشوف دابا الطويجين تا هو، درت شي خبيزات بالحال، درتهم بتيرموميكس كيما قلت لكم، غادا نقالة وسميتو. هانتوما شوفوا معايا الطويجين، غندير ليه واحد شويكيكة ديال الماء، خاصو شوية ديال الروا، وغنجيب شوية ديال الربيع دابا نديرو ديال المعدنوس. صافي هنا درت الطويجين شوية ديال المعدنوس، وغنسد عليه، وغنجي هنايا قلبت كاع هاد سميتهم دوك القرعات، وغنجي هنايا المرقوق
وغندير ليه واحد شويه ديال العسل هكا، نجيب واحد المعلقه، ولكن ما غنديرهاش كامله، غندير غير النص ديالها هنايا، والنص غادي نديرو القرعه. وغادي نخليها شويه يذوب، وغادي نطفيها شويه، ما نخليش العسل يتحرق ليا تما. هادي بغيتها، اوكي. غندير ليه واحد شويه ديال القرفه، ما نديرش ليه الزبده تيجيني ثقيل، انا لا درت ليه الزبده. نتوما اللي بغات الزبده ممكن ديرها هنايا، انا ما غاديش نديرها، درت غير شويه ديال القرفه صافي. غنطفي عليه دابا، هذا هو واجد، سد عليه خليه هنايا. غندوزو دابا للقريفه، ها هي تتكون نشفات من هذاك الماء، منكونش كثر فيها الماء بزاف، شفتوها. وغندير ليها حتى هي العسل، هاد الشويه اللي كان بقى غنزيد عليه هكا هاد الشويه، وغادي نضيف عليها هنايا العسل حتى هي باش غادي نعسلها. نحطو كاع هنايا، راه غادي يذوب دغيا صافي، راه هي واجده بلا ما نهرسها على قصتها. غادي انتما شفتو دخلت فيها الموس دغيا كيدخل، وغنحاول نقلبهم هنايا في هاد العسل، وغادي نوري لكم. ولكن غنطفي عليها دابا النار تاعي، صافي طفيت عليها، غنخلي هاد العسل اللي يذوب عليهم هنايا هكا، وغادي نوري لكم كلشي. هنا صافي طفيت على كلشي، هانتوما شوفوا معايا الطويجين قريعه تاع هي قاليه دابا، الا غادي نستف هاد الشيء هنايا في الطويجين. غنحط كاع هاد القريعات مع الجناب، الحق ما غنديرهمش كاملين، غنخلي الجاكومو شويه حيدات، هز عليه القرعه هي والبرقوق الزازين عليه، غنخلي ليه شي وحيدات منهم، نحاول كاع نديرهم هنايا هكا. هو راه غادي يتغدى بالباستا، داير طاجين ديال الباستا، قال لي انا غندير طاجين اليوم. رتبتهم هكا، وغادي نجيب عاوتاني البريقيقات تا هما، نهزهم ونوضع هنايا الوسط، وغادي ندير هنايا بعدا كملت لي هاد البرقوق هذا، غادي هنايا شوية زيت ها هما، نديرهم تا هما هنايا هكا، نفركس الطويجين ديالي. ها جاكومو ها 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 بينيسيمو ها 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 فراسك اليوم مزيان كاع يا اختي، انا نبقى نتسنى فيه هو ما تياكلش اللحم، نبقى انا بلا لحم. ويلي 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 هاكا صافي، غنسد عليه وغنقاد هاد الشيء ونشوف خبيزات تا هما، غنوري لكم كلشي. غنوري لكم بعدا كل واحد وطاجينو، جاكم شاد طاجينو انا شاده طاجيني، خبيزات ها هما. غنخلي لكم في القناه الاخرى ديال تيرموميكس، درتهم تيرموميكس بالنقاله والدقيق الكامل والقمح، ويجيني ها هو ما شهيتكم. تمنينا الاعجاب ديالكم، طويجين جاكومو بونا كويستا. قال لكم احسن واحد هو هذاك، خليت لي هو هاد القريعات هادو مع البرقوق تيبغي، ودار واحد شويه ديال الزيتون، والخبز غندوز به، والمنظر الزوين هنايا ديال الشتيوه. ها انتم غديوه غديوه تحت المطر، ولكن الحال سخون ماشي بارد ديال الشتاء، المهم الجو زوين وصافي هكا. نتمنى يكون الاعجاب ديالكم هذا الفيديو، تشجعتكم القناه، والى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش جمله عجبكم الفيديو، مع السلامه.